43 سوريا قضوا بانفجار بيروت قبل 15 يوما، أي ما يقرب من ثلث ضحايا الكارثة التي أودت بحياة 177 شخصا. ورغم أن الحدث الإنساني لم يفرق بين جنسية ولون وطائفة، جاءت قائمة وزارة الصحة اللبنانية كمصدر معلومات زود وسائل الإعلام العالمية والمنظمات الإغاثية بأسماء الضحايا لتشير إلى السوريين بأشخاص مجهولي الهوية. وهكذا ينسى السوري في بلد اللجوء عمداً، كما نسي عمداً في بلده سوريا بعملية حرقه وتهجيره على مدار 9 سنوات، ويطلق على 43 نفساً وروحاً بالسوريين المنسيين في انفجار بيروت. أطفال، نساء، شبان، عمال وكبار سن، لهم أسماء وصور وذكريات وعائلات وأحباب كانوا بانتظارهم، بعضهم من دير الزور والرقة وحلب، والبعض من بانياس ودرعا وأرياف دمشق، أي مهجرون اضطروا للجوء والهرب من كيماوي وبراميل وصواريخ نظام أسد وروسيا وإيران. وعند السؤال عن أسباب نسيان هذه الأرواح أو تسليط الضوء على كارثة ذويهم أسوة ببقية الضحايا والمكلومين، تأتي المفارقة بمزيد من التعتيم، وفوقها اعتداءات على السوريين في بيروت وغيرها من المناطق. لكن وعند عرض مقطع مصور على اللبنانيين لأحدث تشييع لقتلى حسن نصر الله وميليشياته في سوريا وإدلب قبل عدة أشهر، تصم الآذان وتخرس الألسن، ويطرح سؤال بسيط: هل كان للسوري أن يأتي لبنان لاجئاً لولا إجرام ميليشيات لبنانية في سوريا منذ 9 سنوات؟ بالمستشفى 90% من كانوا موجودين عم يتبرعوا بالدم هني شباب سورية. غير أن مأساة السوريين المنسية في بيروت لم تقتصر على قتل الانفجار، ووصلت إلى مئات الجرحى والمصابين المنسيين كذلك، بل وصل الأمر بكثير من الجرحى السوريين لتجنب الذهاب للمشافي خشية تعرضهم للاعتداء أو الضرب أو حتى القتل، فاضطر كثير من الجرحى لبلع السكين على حديه كما يقال. في حين ومع وصول عشرات آلاف الأطنان من المساعدات العاجلة للجرحى والمتضررين بانفجار بيروت من عشرات دول العالم، تنشر مصادر صحفية قصصاً كارثية لما حل بالجرحى السوريين وذويهم، كما الحال مع والدة موسى الأحمد من سوريا الذي أصيب بانفجار بيروت، وامتنعت مشافيه عن إجراء تصوير طبقي محوري لرأسه لعدم امتلاك عائلة موسى 260 دولاراً، في حين تعجز الجمعيات وحتى مفوضية شؤون اللاجئين عن نقله إلى أي مشفى خارج بيروت، فيما يفضل مئات الناجين من اللاجئين السوريين الصبر على جروحهم في بيروت على أن تطالهم تلك الألسن بسكاكينها وعنصريتها. ولا جاي عم تاخذوا مساعدات تبع العالم، ما هو المساعدات هي للمتضررين. هاي الأمم مسجلين بيها الأمم. الأمم؟ شو خاص الأمم بالمساعدات هون؟ هاي أمم يا عم، أمم هاي مسجلين بيها الأمم.